لا انا اقتلك فيها دي، مجرد كونك انك بس تفكر انك تعمل اللي في دماغك ده اقتلك. رحمه قولي له يا عم عملت ايه؟ صح. اكاد اجن من نفسي. لا ثواني يا بابا بقى. إيه؟ اكاد اجن من نفسي ايه بابا يا حسين رياض؟ احترم نفسك ولد. اسكت اسكت يا فاجر. يا فاجر قديمه قوي يا حسين. بس ماشيه اللي من دول؟ ماشيه ولا مش ماشيه؟ ماشيه ولا مش ماشيه؟ ماشيه يا بابا. ايوه كده هقول فاجر براحتي زي ما انا عاوز. تاني يا فاجر برضو برضو. ايوه ماشي يا بابا. حرام عليك بنت السهتوته الفنتوته الهرتوته ديت. فين؟ لا مش شايفها ولا ايه؟ مش شايفها؟ مش شايفها؟ مش شايف المواصفات دي. حرام عليك تأذيها بمشاعرها، دي كتله انسانيه. حرام عليك. نعيش ازاي من غير دي؟ ماليه علينا البيت، ماليه علينا البيت تعمل فيها كده؟ اخص عليك اخص. حسين دي واحده حبيبي. بذمتك 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 انت عايز تقنعني انك ما كنتش تعرف؟ ورحمة امك يا حسين يا كذاب. ايوه حبيبي ولد عيب. انت كذاب وكذاب وانقشر كمان. قشر؟ ايوه قشر، لانك طول عمرك بتحلف بالغاليه والدتي بالكذب. يا خالته يا خالته اكمل والله العظيم غلبان وطيب. هم كده اللي مسهتنين كده وعالم صايعه في بعضها. انت مش شايفه مش شايفه منظرها عامله ازاي؟ شعرها دي كارته ستي بوزيب لمنظرها فظيع، ولا عينيها يدب فيها رصاصه شبه السوسته. مش عارف مش عارف متحمله نفسها ازاي دي. انا اللي مش عارف الكنبه متحملها ازاي. ولد ده خامس انترين غيروا سببها. ايه محرجين دي؟ ما تقولوا لها بابا مش كده. ايدي بس ما بدور ايدك. ايه بقول لك ايه يا هيروشيما جميله دي برقبتك. يا نهار اسود ونايل بستين نيله يا قليل الادب اللي مش متربي بجد. اوعى اسمعك بتقول على بنت خالتك هيروشيما. وعايز اقول لك حاجه ثانيه، انا لو شفتك بتكلم البت دي ولا بتبص لها ولا حتى بتصبح عليها انا هتفقدك هنا. يا ماما انت ليه بتضربي هنا من وانا صغير؟ ما تضربي في حته تانيه. سيبها تتمرن براحتها. تتمرن ايه يا بابا في ايه؟ ماما انت ليه بتتعاملي معايا على اني لسه في ثالثه ابتدائي؟ انا طلعت رابعه ابتدائي وخمسه ابتدائي وبقيت اكبر. اخرس اخرس. ما بتهربي اخرس هديك من القلم على وشك. بقول لك ايه يا ولا؟ اسمع يلا تعالى عشان تفطر معايا. يلا يا ريت افطر. امبارح ما اتعشيتش يا حسين، ما اتعشيتش يا حسين. والله العظيم انا ما اكلت امبارح. اكمل على فكرة بقى أنا اللي محضرة الفطار. وأنا صايم. ما تفطرنيش عليكي ها؟ ها؟ عشان بصي عشان ها؟ عشان بابا عامل كده أنا بشوف الحل فني. بابا بابا أنت بتشوفي نزلت إزاي يا بابا؟ قلت لك بتوع البلدية هيشلوك بالبلدوزة. بس بس اسكت بقى، اسكت. أنت اللي عامل فيا كده، أنت أب أنت يا بابا. ولد لا يا بابا أنت مش أب يا بابا. أنا هقول لماما على كل حاجة. ماما بابا بص أنا هنا. عيب. هتبيعني بعد يا عشان انت بتبان قدام ماما تقول كلام قدام ماما تغيره تاني. ما عيب كده عيب. ايه ده؟ خلاص هي هتاكل دلوقتي تضرب طبقين فول 36 قرص طعميه وهتلاقي نفسها تمام تمام. ولاش مش عشان بعد الاكل ده كله انت اللي هتتاذي. ايه ده ايه ده؟ بابا انا مش هقول لماما. برافو عليك جدع. بس العربيه عندي فيها مشكله. يا حبيبي غير لك العربيه، فيها ايه مشكله يعني ولا؟ طب والمكتب؟ المكتب صحابي كلهم بيقولوا ان هو قديم قوي وبقى ازاي اكمل؟ يتغير يتغير. عايز بيانو. ايه عمر خيرت حضرتك ولا ايه؟ لا ما انت هتجيب لي عازف. عازف؟ لا روح قول لها يا ماما. خد تعالى معاك تليفون عزت ابو. لا انا مش هسكت ولازم اروح للست دي. يا بنتي استني تروحي لمين؟ اتعودي الناس هي اللي تجري وراكي مش انت اللي تجري ورا الناس. لا يا ماما مش هسيب واحده زي دي تفكر فينا بالشكل ده، وابنها ده لازم يتربى هو وابوه. مش مهم هي بتفكر ازاي، المهم الواد وابوه بيفكروا فيك ازاي. طب عشان انت بقى مش واخده بالك، الست دي لو ما عرفتش الحقيقه هتفكرنا من الشارع ومستحيل تقبل بالطريقه دي. هتقبل ورجليها فوق رقبتها هتقبل غصب عنها. لا يا ماما انا مش هسكت ولازم اروح اقول لها. لا يا عبيطه لو رحتي هتقللي من نفسك. انت ما شفتيش الواد كان عمال يبص لك ازاي؟ ده عينيه هتطلع عليكي. ما شفتيش ابوه كان عايز يطلع رحمه دي ويرميها بره الشقه عشان يرضينا ويخلينا نقعد بامان. لا يا ماما مفيش فايده، انا لازم اروح. انت غبيه هتعيشي غبيه وتموتي غبيه.
نعم خير. مش خير. شوفي يا ماما كلكم، وان بنتك المزغوده دي تحط عينيها على حاجه انا عايزاها ده كوم تاني خالص. هو حد خد منك حاجه؟ هو في حد يجرؤ ياخد منك حاجه؟ اكمل بت، انا عارفه كويس حركات البنات المسهوكه دي، معروفه يا ماما ده ابن خالتي الحيله. اكمل لهيروشيما وهيروشيما الاكمل. لا بقى ده انت كده مجنونه. انا بحذرك، وكهيروشيما بحذرك بنا قوي. واضحه ولا مش واضحه؟ شيلي ابن اكمل ده من دماغك خالص. انت فاهمه ولا مش فاهمه؟ لا انت كده من الواضح ان الادب مش نافع معاكي. انت حاطه الزبالك فين اختي؟ المفتاح ضاع ليه؟ بتنرفزيها ليه؟ انا هربيكي وعلمك ازاي تكلمي مع سيادة. جميلة اسياد مين يا جميلة هنا؟ احنا ناس بسطاء فعلا، لكن ما نسمحش ان حد يشوفنا اسياد حد. مش معنى ان انا بكره هيروشيما ان انا ما احترمهاش عشان دي بنت خالتي. اكمل احترمي نفسك انت كمان، احترمي نفسك. على فكرة بقى هي اللي ضربتني الاول وفي دراعي. طب ده دراعي يبان فيه ضرب؟ بلاش كذب، بلاش كذب، امشي يلا. انا مش همشي من هنا الا لما اخد حقي منها. بتتحديني يا بنت؟ بتتحدي ابن خالتك يا كلبه؟ معلش سوري 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 انا مش هقدر اقول الفاظ. امشي دلوقتي وتعاملي على انك بتحترميني قدامهم. ايه قدامهم؟ اوكي يا سي يو يا اكمل. يلا. اصل انا كبير العيله ومحدش بيقول لي لا. اي سي يا حبيبي اي سي. انا خطر قوي يا انت. معلش ممكن اوجه كلامي الجميله؟ تحب اوجه معاك؟ لا انا هحتاجك بعدين. جميله انا اسف. خلاص بقى يا جميله انت زعلانه من ايه؟ انا والله ما قصدي. اسف ايه وزفت ايه؟ يا ترى امك بتفكر فينا ازاي دلوقتي؟ يا جميله ما هي ماما هتفكر لان دي ام، فالام تفكير على طول. مش انت ام وعندك تفكير؟ طبعا انا ام يا حبيبي. ايوه ايوه ماما، فيعني دي مشكله عاديه جدا. اصلا انا يا انت بحب النوم جدا، اكتر حاجه بتسعدني في حياتي النوم. فانا كنت نايم مش مركز في حاجه، بقوم من النوم تايه لاني ببقى عندي احلام، افكار، حاجات بعرف احققها في النوم. فانا ما خدتش بالي، يعني ما خدتش بالي. اي سي يا حبيبي اي سي. يا ماما تخيلي ان انا بحب النوم جدا جدا لدرجه انا بابا اخدني من عند بيت عم رمضان نايم هناك. رمضان مين؟ صاحبه بابا. صاحبه جدا هو. انا اروح اسلم عليه ازيك يا عم رمضان، يلاقوني نايم في اي حته. لو سمحت مالكش دعوه بينا ومش عايزه اسمع منك تبرير. لا يا انت محتاجك توجهي معايا. جميله عيب الشاب جه لحد عندنا يطلب السماح نكسفه. معلش بنت سبعه زربونه 9 شهور الحمل كلهم وانا متخانقه مع ابوها فالبنت طالعه مش طايقه نفسها دمها فاير. تصدقي انا توقعت انها بنت سبعه لاني ناقصه شهرين. افتكرتك توقعت اني متخانقه مع ابوها. فينك يا حسين؟ ازيك يا جميله؟ كويسه. ايه ده مين الراجل ده؟ منير ده بابا. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا انكل؟ مين الافندي؟ انا اكمل، اكمل حسين جاركم ساكن في وشكم. حضرتك الظاهر مش فاكرني، انا اللي كنت جنب جميله وانت بتكلمها في التليفون لما قلت لها كنسل يا جميله. مش فاكر المكالمه دي؟ اكمل اكمل ابن الجيران اللي ساعدنا عشان نفتح باب الشقه لما نسينا المفتاح وضاع مننا وكده، فاكر؟ ايوه يا عمي، انا واجهت صعوبات كبيره جدا جدا في التدوير على المفتاح. فكره انك تدور على مفتاح بحجمه صغير بتحتار هتلاقيه فين، بتدور عليه هنا ما تلاقيهوش، تدور عليه هنا ما تلاقيهوش، فتقلق اكتر، فتفكر اكتر وتقرر انك هتلاقي المفتاح فما تلاقوش، فتحمد ربنا لانك عملت اللي عليك. فعلا يا ابني هي مشكله بتواجه الشباب اليومين دول انك تلاقي مفتاح. عموما اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا 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 بيك يا عمي. اتفضل يا ابني عشان نتغدى مع بعض. لا معلش سوري، اعذروني بقى مره تانيه وثالثه ورابعه. لا انا حاجه كتير لان الجيران في الاخر في وش بعض، احنا هنتحسب على بعض يا عمي. ان شاء الله يا ابني ان شاء الله. هدى خد يا هدى، انا هخش دلوقتي اخد حمام وشاور
لاني تعبت جدا وعرقت جدا، بقالي 3 ساعات في سوق الخضار بدور على 2 كيلو قلقاس. انا مش فاهم حبكت يعني تاكل قلقاس النهارده؟ هتخس ايد يعني ولا هتخس رجل؟ حبكت يقول لك قال ايه مفيش بشاير يا بيه بشاير. ان شاء الله تقعد وتاكل قلقاس معنا. لا يا عمي معلش انا لازم امشي. لا لا يا ابني ما يصحش، لازم تدوق قلقاسي. لا يعني هي مش ناقصه اسوأ يعني. لا اسود ايه، قلقاس قلقاس طبيخ. انا عايزك تقعد عشان تدوق قلقاسي. ما انا عارفه القلقاس، ما انا ماما بتعملهن. لا هناكل ونشوف قلقاسي ولا قلقاس ماما. ان شاء الله يطلع قلقاسنا كلنا حلو يا عم. ان شاء الله. ان شاء الله. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا عمي. انا لازم امشي علشان الشغل سوري، بس انا زي ما قلت لحضراتكم هاجي لكم تاني باذن الله. ويا ريت ايه المانع يعني في يوم نجيب قلقاسنا وقلقاسكو ونقلقس كلنا بقى سوا بقى. يا ريت والله. يا ريت والله. بس يبقى يوم من اول النهار باذن الله يا عم. ان شاء الله. ان شاء الله. مع السلامة. انس وشرفت يا ابني. ربنا يخليك. ربنا انس يخليك وشرفت. بعد اذنك يا طنط. اتفضل وسلمني على ماما وبابا. ماشي باي باي يا جميله. باي باي. باي باي. هوجه معاك. اتفضل. ما تنساش ميعاد القلقاس وعزومة القلقاس. منير امسك يلا على المطبخ. يا ست اصبري شوية، استنى اما الراجل يمشي. امسك ميعاد الغدا جه. طيب بقول لك ايه، في خضرة؟ لا مفيش خضرة. وانت ما جبتش معاك؟ ما جبتش، ما لقيتش سلق. طب هنعمل القلقاس ازاي؟ يعني هنزل تاني؟ ده ايه العيشة الغلب دي؟ كده ميعاد الغدا هيتأخر. قوليلي بتحبي القلقاس بالرز الابيض ولا بالعيش؟ بخبط لصاحب المكتب. هلا في حد سأل عليا؟ لا. ليه كل يوم اسال السؤال ده وتقولي لا ليه؟ هو حد يعرفه ده عشان يسال عليه؟ من بكره يا هلا من بكره تجيبي لي ناس تسال عليا. مستر اكمل. الا ده ماشي طلع كده. استاذ اكمل جوه؟ ايوه حضرتك جوه. ايه ده؟ خير في ايه؟ لا خير خير خير. انت عندك لمؤاخذه الربش الشمال ملخلع شويه. مش لما نخرج من بيوتنا نخلي بالنا من رموشنا ونثبتها كويس ولا ايه؟ بس عموما ده علاجها سهل. ده عامل زي بالظبط رفرف العربيه بيقع بيها، ده محتاج كلبسين صغيرين. انا عندي الكلبسات دي علاجهم سهل، تدي لي 2 و3 كلبسات بتبقى متوفره. اكلبسك بكلبستين 2 بس هتلاقي الرمش على كده ثبت ثبت خالص والله ان شاء الله. الرمش ده منين؟ صيني؟ لا من الهند. عشان كده الزلومه من القز الشفايف كده تلاقيها عامله كده شفايف بتبقى في الروج مع فخر. على فكره استاذ اكمل في مكتبه، حضرتك تحب ابلغه حاجه؟ ايه الروج يا هادي؟ قلت لك 100 مره محدش يحط روج في شغله. احنا عندنا زباين، ممكن اي زبون يكون ضعيف الشخصيه شويه، ربنا ما يعلم بيه، ما حدش يعلم بالنفوس شكلها ايه، ممكن يضعف. واحنا عندنا الناس ما تبقاش كده، في زباين محترمه بيخشوا، الروج ده ما يتحطش تاني. انت قاعد بتعمل ايه هنا؟ الروج بتاعها. في حد حاطط روج بالعرض كده؟ ما ينفعش، وروج ناصع كده، فما ينفعش خالص يا استاذه رحمه. وانت مالك انت بالحاجات دي؟ الحاجات دي انا اقولها مش انت. تعال ورايا. اوكي. امسح الروج وتعالي لي علشان انا هظبط لك الكلبسات بالمره. يلا. حاضر يا هاني. حاضر حاضر. هي كلمه واحده ما فيش غيرها. صح، هي كلمه واحده. واحدة وما فيش غيرها. اللي هي ايه بقى؟ امك هتقولها ايه؟ هتقولها كمان مش عارفها. اخرس، انت هتتجوز منى الاسبوع ده، واوعى تقول لي لا. عارف لو قلت لا لا في عربيه والمكتب ده هيتقفل والفلوس بتاعت ابوك اللي انت متكل عليها انا هخليه يوزعها على الجمعيات الخيريه. لا انا لا اسمح بفلوس مش عمري يتوزع في الاخر على الجمعيات الخيريه. لا يمكن يا رحمة. ازاي يعني؟ ما لازم ينفذ اللي انت بتقول عليه.
يعني ايه؟ يعني ايه؟ ما انا مش عايز اتجوز منى، ما بحبهاش، ما بقى انا عايز ابقى فقير وابقى يتيم ومش عايز اتجوز منى. يا حبيبي يا حبيبي اسمع كلام امك، منى دي قمر قمر قمر. قمر منين يا بابا؟ قمر واسمع كلامها. اصل انت مش فاهم، يعني انا مش قادره افهم، يعني منى دي فعلا نعمه من عند ربنا وجيت لك، وانت اللي بترفس النعمه برجلاتك. مين اللي يرفس النعمه؟ منى تترفس؟ لا يا بابا، منى لو رفضتها هغرز، ولو غرست مين هتطلعني؟ انت هتطلعني يا بابا. انا هطلعك، ده محمد رشدي قال لها تمشي وحنيه لا يقوم زلزال، يعني الوحيده. انت بتقول اي حاجه يا بابا، والله والله العظيم اي حاجه. ماما منى دي مش هينفع، مش هينفع. انا دلوقتي لو اتجوزتها وعايز احتويها مثلا، احتويها ازاي دي؟ اعمل لها خطه؟ لازم اسيطر على اركانها دي، لازم اجنزرها عشان اعرف احتويها. يا ماما انا بلعب في وزن وهي في وزن تاني، انا خفيف متوسط هي تقيل متطور، يعني لسه هتتخن وهتتخن وهتتخن على كده. عامل كده اعمل ايه في الواد ده؟ الواد ده يعني ما طلعش زيك ازاي ده يا حبيبي؟ انت ايش فاهمك في الستات؟ انت لسه صغنن، انت لسه ما تفهمش في الستات. الست لازم تبقى مربربه كده وماليه هدومها كده وعامله زي البطوطه وتترنح يمين وتترنح شمال، قمر قمر قمر. ايوه الست لازم تبقى كده بطه بطه مدام ليك كده. انا بطه يا دونه. انت يا حبيبتي انت فروخه يا اخويا، انت جميله. الست لازم تبقى راسيه على الارض وهي ماشيه راسيه كده. والله بتقول اي حاجه يا ماما. نعم ادخل. بس انا هنا جاي مركزي برضه، انا صاحب الشركه. ادخل. يا سلام. المهندسه الجديده وصلت. ليه بتقولي دلوقتي؟ ليه طيب؟ ماشي يا سكرتيريا هلا، روحي جيبيها بسرعة. اتفضلي. رنا بتبص لك كده ايه؟ انا مش عارف ايه ده؟ انا مش عارف ايه ده؟ اديكي جيتي ولقيتيني بزعق لها بره. قلة الأدب دي. وإيه حكاية المهندسة الجديدة دي بقى إن شاء الله؟ دي مهندسة ماما سيادة الوزير موصيني عليها. سيادة الوزير من إمتى بيبعت لنا مهندسين؟ من النهاردة كلمني وقال لي إحنا في مهندسة جديدة كأنها أنا بالظبط. يا نهارك أسود بستين نيلة، أنت إيه اللي جابك هنا بتنتي؟ هو المكتب بتاعك؟ إحنا هنستقبل. أنا لو أعرف ما كنتش خطيت هنا لحظة. جميلة استنى. أنت رايح فين يا واد أنت؟ خليها تروح في 60 داهية. يا ماما تروح في 60 داهية إيه ده؟ وزير 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 يا جماعة، وزير يا بابا. أيوة وزير، وزير جامد جدا. يا جميلة يا جميلة تعالي هنا، بس رايحة فين؟ أوعى إيدي كده، أنت اتجننت. في إيه يا جميلة؟ رايحة على فين طيب؟ أنا لو أعرف إن المكتب بتاعك من الأول ما كنتش جيت هنا. ما كنتش جيت هنا ازاي بقى؟ ما انت عارفه ان هو المكتب بتاعي. بلاش الكذب ده يا جميله بقى، بلاش كذب. انا عاوزه اعرف انت بتهببي ايه هنا؟ انت ليك يا عيني يا بنت انت انك تيجي لحد عندي في الشركه؟ ماما لو سمحتي مفيش داعي للتجريح. جميله تجريح؟ هو انت لسه شفتي حاجه من تجريح يا حبيبتي؟ يا اجمل. طب ايه رايك بقى ان انا مش ماشيه واني جايه اشتغل هنا باوامر عليا من سعاده الوزير؟ وهشتغل. وانا بقول لك بس ماما بقى، يا ماما بس بقى. ها قلت ايه؟ قلنا ايه؟ قلنا هتشتغل هتشتغل هتشتغل. ليه؟ عشان احنا بندور على الكفاءات، والبنت دي كفاءه، دي جايه من غير بنطلون. بص الكفاءه عامله ازاي يا ماما. اخرس يا واد، فهمي البنت دي مش هتشتغل على جثتي لو اشتغل. يا ماما فهمي يا ماما، ما تسرعيش. انت عارفه دي جايه من طرف مين؟ من سعاده الوزير شخصيا. يا سلام، انا هكلم سياده الوزير. يا ليه وخالي؟ ايه هكلم سياده الوزير؟ يا ماما ده اول مره يطلب مني طلب. وبعدين ما تقلقيش، انا هعرف ازاي اخليها تكره الشغل ده وتجيلي تقول لي ابوس رجلك مشيني من هنا، وانا مش همشيها. ايه؟ وهرجع امشيها. عليا انا الكلام ده حبيبي؟ لا كان غيرك اشطر. يا ماما في ايه بقى؟ سيادة الوزير، اديني اكلمه. انا مش هتقعد. استنى بقى يا ماما، اضحكي قولي ان مفيش حاجه حصلت. ماشي سيادة الوزير. ماما الو سعادتك يا فندم، ازاي سعادتك؟ قول له امي عايزه اكلمك. ثواني لا دي ماما. ماما بتقول لي سعادة الوزير ربنا يديله الصحه ويبارك له. صحه ايه؟ جميله جميلة جميلة جمال، ملهاش مثال بنت اللذينة دي. قول له مش هتقعد. قول له بتقول لك مش هتقعد يعني غير على مكتب أحلى من المكتب اللي أنا جايبه لها. لا هي في الحمام دلوقتي. لا بتطول قوي سعادة الوزير، بتطول بقى. جميلة بتطول جدا يعني. هات التليفون. طب عايزها؟ عايزها في الحمام؟ أيوة اديهم. عايزها في الحمام، عايزها في الحمام. طيب يا سيادة الوزير. يا ولد. عينيا تصدقي برضه جه فيها يرموشك بتطير. طار جوه عينيا، طرفت عينيا. حضرتك بتعرفي تنفخي؟ ايوه تنفخي تنفخي.
انت بتولعي فحمة. ازيك يا عمي؟ اهلا اهلا اهلا. ازيك يا قمر؟ جميلة حبيبتي. طب اتفضلي انت دلوقتي وهقول لك على ميعاد النفخ امتى علشان انت عارفة كل 6 ساعات عشان زي ال يا ريت حضرتك تبقى تشرفنا يعني وعشان تتعرف على بابا وكده. طبعا طبعا يا حبيبتي، ده بابا ده حبيبي لازم اجيله ان شاء الله. اي وقت تأمريني قولي لي هتلاقيني عندك على طول. جميلة ده جميلة. لا يا حسين في ايه؟ طيب بتخطفها ليه كده؟ بتعمل ايه يا حسين؟ ابدا انا كنت بكلمها على الكارو، المفروض ما يبقاش واقول لها يعني الشركة ما تلعبيش في الأطفال. مش جملة مش جملة بابا، مش جملة بتقول أي حاجة، بيقول أي حاجة يا ماما. يا ابني يا ابني أنا قلت لها لأن الأسانسير بيعطل كتير. كذب يا ماما وباين قوي. بصي اخلص خالص. يا ريت تكلم سعادة الوزير وتقول له إن أنا خلصت قبلت الشغل. يا ريت اكلم سعاده الوزير واقول له ان هي قبلت الشغل. اوعى بقى كده. هو انا وعيت. طب ايه رايك بقى ان انا جيني وجيني وجيني لانا قافله المكتب ده بالضبه والمفتاح؟ سامعاني؟ معلش سامعاني يا بنت؟ سامعاني يا رحمه الادب. خلاص خلاص على قوم يا طنط، حتى لو انت قفلتي انا هفتح وعدي. بس سعادة الوزير هيزعل مننا يا جماعة. ده وزير، ده وزير، انتوا هتحطوني في حق في عارك. ده وزير وزير يعني وزير. لا على العموم يعني انا هكلم سعادة الوزير واقول له ان حضرتك لطيف جدا وظريف جدا. هو ايه كمان؟ انت لو لبست البنطلون والله العظيم هتبقي مهندسة تحفة. ايه؟ مش مهندسة؟ حلو المكتب مش بطل. يا ترى بقى ايه الوظيفة اللي ممكن تديها لي يا اكمل بيه؟ انت عايزة فين؟ عايزة فين تشتغلي؟ في أي حتة هنا في المكتب. سكرتيرة سكرتيرة يا ماما، سكرتيرة سكرتيرة عشان نوقع الدوسيات وننزل نجيبها سوا. لا طبعا سكرتيرة ايه، أنا مهندسة ديكور وكنت شغالة في شركة كبيرة قوي، لولا أن الشركة دي صفة أعمالها كان زماني في حتة تانية خالص. احنا محتاجين مهندسين. لا خالص سكرتيريا سكرتيريا مهندسين مهندسين علشان. ألو؟ أيوة يا فندم. أه فعلا شركة محترمة جدا، أكمل بيه ده ظريف جدا. وحسين باشا، حسين باشا وذوق جدا. وحسين باشا وشيك جدا. جميلة. حسين أبو أكمل، حسين أبو أكمل. اه طبعاً استلمت الشغل ولا إيه يا رحمة هانم؟ بس يا بنتي أنت بقى عايزة أقول لك حاجة. حسين أبو أكمل اديني الواتساب بتاعه. جميلة. ايه يا ماما؟ ارجع لورا. ايه يا ماما؟ ارجع لورا. هتجري وراها؟ يا ماما مش هجري وراها، انا بس عشان اشوف هي مهندسه ولا مش مهندسه. ما هم بييجوا بيقولوا لنا مهندسات وهم مش مهندسات. لا مهندسه. ما اشوفها بس يا ماما. مش هتروح في حته، تصدق وتقول مش هتروح في حته. اوقات مش هتروح مش هتروح. انا بكرهها. خلاص انا بكره ماما. احنا شفناها وتاكدنا انها مهندسه. خلاص ما تروحش بقى تعرف. ماشي والله العظيم مهم اصحاب. انا هنتحر هنتحر عشان انا قاعد تقعدوا مع بعض انتوا الاثنين. انتوا لو قعدتوا مع بعض انتوا الاثنين هتنتحروا. اوعي بقى كده. خد يا ورق. هقفلها حاجه. انا اعتبريني مش موجود. يا منير يا منير. حاضر حاضر. يلا عشان تلحق تنشر الغسيل ويتشمس. حاضر يا ست حاضر. بس عايزين دسة مشابك كبيرة علشان الكوفرتات والملايات. انت اللي اخر مرة موقع الدستة كلها، ايه اللي جرالك؟ ايدك مخرومة؟ وبرضو انت بتنشر الاسبوع اللي فات وقعت فرت الشراب الفليل بامبي. خلاص يا ستي، اما الخواجات اللي تحتينا ترجع من السفر هبقى انزل الم من بلكونتها كل المشابك، بس بقوليلها تمسك القطة. طب واللي وقع في الشارع هلمه ازاي؟ يا ستي خلاص اللي وقع وقع بقى. طب يلا يلحق خلاص الوراق بسرعة عشان تلحق تدعك الحمام. الحمام محتاجين كلور أرضيات وسلك مواعين عشان البلاط مقرح. ماشي هبقى اشتري لك. يلا عشان تلحق تعمل الغدا، البنت زمانها جاية هتبقى جعانة. الغدا خلص والرز بتشرب والفراخ البنيحة حمرها لما هي تيجي، أصل الفراخ لما بتبرد بتجلد.